يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف. شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف. لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تنسيني ولا تنسيني. ما بدي ترضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تنسيني. ولا تنسيني انساني انساني انساني. ولا بدي تحكيني، صبحني ولا تنسيني ولا تنسيني. ما بدي ترضيني ولا بدي تحكيني، صبحني ولا تنسيني. ولا تنسيني انساني انساني انساني. من يسمع هذا الصوت يقول مباشرة ماجدة الرومي، وهي ليست بماجدة الرومي، هي مطربتنا، هي نجمتنا الليلة، فلسطينية الأصل، هي جميلة رشيقة أنيقة، صوتها عذب كما استمعتم إليه الآن، والبقية من عند سلوى. يدوي الصوت في أرجاء الوطن العربي ليفيد عطاء واندفاعا. القلم يرصد اللحظات بموضوعية وحماس ليقدم لنا صوت مغلف بالفن وبرداء التقدير والاحترام. إنها لحظة تاريخية ننتظرها بفصولها الأربعة. الأرض تحتضن البذور، والبذور تشق الأعماق لتطل براعمها الحمراء ناقية صافية كما الحرية كما الأبطال. إنها آثار جمالية تراكمت على مدى تاريخ حافل بالسحر والخيال والفن العظيم، ليأتي صوتها بلحظات مضيئة لشعب يوحد الزمنين الماضي والحاضر من الأراضي المقدسة فلسطين. فكانت المطربة والفنانة فيدا طبر. أهلا وسهلا فيكي نجمتنا ضيفتنا منوري حلقتنا من إذاعة تطاوين التونسية والموقع العالمي المطمكس. مساء الخير. يا هلا، شنو أحوالك؟ الحمد لله تمام. الله يخليكي، سعادة جدا طبعا الليلة بمصافحتك على الهواء مباشرة إذاعة تطاوين والماز ميكس راديو ميديليسا اف ام موج العرب، والكل اللي هما في الاستماع، حتى نتعرفوا عليك، حتى نقدموا مسيرتك الفنية على امتداد سنوات يعني، وإن شاء الله باش نتعرفوا أيضا على الجديد. شنو تحضر فيدا في الفترة هذه اللي تفاجأ بها جمهورها ومحبيها الكل اللي تابعوا في أخبارها؟ عندك برشة في الفن، عندك تقريبا سنوات يعني طويلة، ونعرف انه فيدا متزوجة. الله يخليك، شكرا. قديش عندك فيدا في الفن تقريبا؟ يعني خلينا نقول اذا كان فن احترافي تقريبا عمر صغير، يعني من شيء 4 أو 5 سنين مش اكتر. نعم. اما كهواية كان طبعا من صغري من الطفولة. نعم. وتعزفي كأنه شفت بيانو في البيت. نعم. جميل. طيب فيدا، ليش كل الناس لما عم نحط صوتك بفكروا ماجدة الرومي؟ كيف كانت هاللحظات هيدي اللي كملتي هالشخصية أو تقمصتي؟ مش عم نقول إنه أنت أخذتي صوت ماجدة الرومي، إنما نفس الصوت نفس طريقة الإلقاء والأداء، شو السبب؟ يعني أنا عم بقول يمكن من ناحية الصوت، يعني أكيد نعمة من ربنا هي أولاً،
طبعا وبفكر كمان يعني زي ما في منقول المدرسة، مدرسة الأستاذ وديع الصافي، مدرسة عبد الوهاب، أنا بتخيل كمان إنه لماجد الرومي في مدرسة. يعني أنا تشبعت وتربيت على الموسيقى تبعتها، على الكلمات، على الألحان، فمن صغري لليوم وأنا بس بسمع ماجدة وبغني لماجدة. شنو رأيك نزيد نسمعك حاجة ونخليك تزيدي تتأكدي إنه الصوت متقارب جدا؟ نسمعك مقطع من عندنا من الاستوديو سلوى، أنت والمستمعين الكل. هذا صوت ماجدة، واللي قبله صوت فيدا الليلة اللي معانا على الهواء مباشرة. ما شاء الله، يعني أنا حتى كمذيع أني ما نفرقش ما بين الصوتين، ما شاء الله الله يبارك. الله يخليك. سلوى، فرقت ما بين الصوتين؟ لا أبدا، أنا صراحة أنا مش عارفة أي وحدة كانت ماجدة أو أي وحدة كانت فيدا، أنا ضاعت صراحة. لا بس نسمع ما شاء حاجة الله على هالصوت يعني. وباش نسمعوا في اللايف، شنو باش تسمعنا الليله ان شاء الله فيدا على الهواء مباشره في لمع الاف ام؟ انا اخترت كم اغنيه هيك اللي من الاغاني اللي انا بحبها لست ماجده. نعم، في منهم سلونا، اذا بتحبوا تسمعوها بنحب نغنيها. يا ريت يا ريت، يلا. سلونا
فقولوا لها لأختي المها بأن ما كان ذا سلونا وعادت لنا زواهي المنى وأشرقت بالجمال، وهذا المساء سيقبل صحبي فنسهر حتى الصباح، وهذا المساء سيطرب قلبي خليا ولا من جراح. سلونا وزال العذاب ووهم الشباب ونرجع لفيدا. مزيج الليلة ما بين ماجدة وفيدا. فيدا عندك أنت أغاني خاصة لإليك أو ديش المجموعة الأغاني اللي عندك إياها؟ حقيقة بعد لحد اليوم ما في عندي أعمال خاصة، لكن عم نحضر. تحضر وبيني وبينك فيدا، فيدا خلي نحكي لك المساج اللي بعثته لي سلوى، يعني تحب تسمع لك ما تقول مجيد. تحب مجيد؟ أنا بدي أغنية كلمات بصوت فيدا. أنا بعثت له هلا مسج على سكايب، قلت له بدي أطلب كلمات، أغنية كلمات هيدي من احلى الاغاني عندي ولا قلبي يعني، وبهديها لكل محب ولكل العالم، لانه فيها معاني كثير وبتعني لي انا شخصيا كثير. ظهر فيك مغرومه يا سلوى. انا كثير مغرومه مش شوي. نعم. قبل ما اغنيها يعني هالاغنيه بالذات كلماني لي كثير، هيدي كانت اول أغنية بغنيها يعني بجيل 16 سنة، ووقتها كنت يعني باللحظات اللي كنت كتير كتير متأثرة بماجدة. نعم. ألو؟ أي طبعاً. أيوة يعني كان عمرك صغير وكان بداية التأثر، ممكن أشد يعني كان وقعة كبيرة عليك أنت ممكن الأغنية هذه، نعم. وهي الإيديال بالنسبة لك أنت ماجدة الرومي. نعم. بتحبوا تسمعوها؟ يا ريت يا ريت يا ريت، بس بدي اياكي تقوليها بليز فيدا، قولي اهداء مني لسلوى حتى خليها عندي على طول. واحلى اهداء لاختي سلوى اغنية حبيب. كلمات. شكرا شكرا. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في إحدى الغيمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في إحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات، يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات،
لمساء وردي الشرفات. ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، كيف لك قلبي جافي لحبك هالمحبي. ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، خبرني يا حبي، خبرني يا حبي. ونرجو الفيدا. شكرا لك حبيب المايسترو الليلة، المخرج مهندس هذا اللقاء من استديو 2. شكرا. بس نواصل مع نجمتنا الليلة فيدا ومع سلوى من أمريكا مباشرة، ومجموعة من الأسئلة محضرينهم أنا وسلوى. نجمتنا فيدا، هذا الولع وهذا الحب وهذا الغرام بالفن يعني باين أنه كبير، لأنه حسيتك أن وقت اللي تغني عندك إحساس كبير، يعني تغني بإحساس، وهذا المطلوب لدى المطربين في وقتنا هذايا. لكن السؤال المطروح، يعني خلال هالمسيرة الطويلة لمدة سنوات، يعني من الاحتراف تقريبا 4 أو 5 سنوات، لكن بداية الفن كانت منذ الصغر، من شجعك على الفن؟ من وقف إلى جانبك؟ بداية أنا موجودة في بيت اللي فيه الفن، البابا بيغني كمان لعبد الحليم حافظ، وبعزف كمان على الكمانجة، على الكمان وعلى العود. جميل. وهو لاحظ كمان من صغري يعني أنه أنا عندي شيء بالموسيقى وبالغناني، فهو شجعني. وحتى كنت في المدرسة دايماً إنه أشارك في الحفلات في الأغاني، وعن طريق الاستماع للموسيقى في البيت خلاني أحب كل أنواع الموسيقى، يعني بالأخص الكلاسيكية، من النوع الكلاسيكي. يعني أنا اليوم بقول إنه الموسيقى هي فعلاً اللي قال إنها غذاء الروح، هي غذاء الروح. وحتى لما الواحد بده يجي يعطي من قلبه بإحساس عالي لما بده يغني. نعم، هذا هو. على هذا يا سلوى، وانت عندك ايضا المعلومه انه وقت اللي نزلنا الاعلان الخاص بفيدا على شبكه الانترنت، على الفيسبوك تحديدا، نزلت صوتها عديد القنوات التلفزيه العربيه حابين انه تكوني حاضره معاهم في برامجهم. هذا ما جاش من لا شيء، جاء لانه صوتي صحيح. قوي، صوتك جميل، يعني شديتي المذيعين على مستوى التلفزات العربيه. يعني هذا شرف كبير لإلي وشهاده. إن شاء الله تكوني موافقة يا رب. طبعا شيء ببسطني يعني لما أنا بسمع هيك، يعني نشكر الله على هالنعمة. هل يوسف يغني ولا لا يوسف؟ يوسف غنى معي بمرة فيك في كونسرت صغير، شاركني مرة هيك في أغاني. ربي يحميه، إن شاء الله تفرحي به ابنك يوسف. الخليل. هو عنده ابنين، يعني حتى ما نكونوش نحايله، احنا نذكره في اسم والاسم الثاني. لا، عندك يوسف ونيكول، صبية وولد. نعم. ربي يحميهم، ان شاء الله ربي يخليهم الاثنين. بدي وجه تحيات لنجمتنا اليوم، ضيفتنا، حبيبتنا، العالم كله عم تسمعك هون عنا بامريكا من جميع الولايات، بس إلك اهداء خاص هلا من مستمع عزيز على قلبنا مايك دياز، وبقول لك شكرا على أغنية كلمات، هو في ساوثرن كاليفورنيا ان يو اس، وبقول لك شكرا كثير على غنية كلمات، وهو كمان بيهديها بدوره لكل المستمعين بصوتك الحلو. بقول لك يا ريت تيجي لعنا على امريكا وبنحضر حفلات ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نضمن لها سلوى تور في امريكا ان شاء الله. نحن كل حبايبنا لازم نعمل لهم تور هون، لانه
يعني لازم لازم نسمع هالأصوات ونشوفها شخصيا، يعني ما بنكتفي بس هيك باللقاء على الراديو يا مجيد، ما إن هيك؟ شاء الله إن بس شاء على الله. شرط أنت كمان بدك تكون معهم، يعني بدك ترافقني بكل هالتور اللي حنعملها لحبايبنا هالتور يعني. نتشرف. أعيشك. فيدا كتير العالم عم تسمعك، أصحاب الأشغال الكبيرة كلهم عم يسمعوكي، ما حقول بالأسامي إنما الكل عم يسمعيك وبحبوا يسمعوكي أكتر كمان. ومطلوب غنية اعتزلت الغرام، بس أنا شخصيا ما اعتزلته، ما بعرف. ما زلتي في أنا البداية. على طول مغرومي على فكرة، أنا في حالة غرام على طول، بس في مستمع كتير مهم بالنسبة لنا هون بأمريكا وطلب مني أغنية اعتزلت الغرام، بقى نسمعوها لايف. هيدي it's up to you، it's احنا up to بدينا you. ايه احنا بدينا بها اللقاء الليلة، لكن نسمعوها من فيدا اذا هي في برنامجها، لانه محضرة فيدا مجموعة من الاغاني بس تغنيهم الليلة. اوكي تكرم عيونكم. شكرا. شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف، شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف، لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني، لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني، ولا تمسيني، انساني 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 انساني، اعمل معروف. الله، يا وشوف سلام يا سلام. يا ريتنا عملنا لها انا وياك كورال سلوى، شوف شوف نعملوها بصوتنا. لازم لازم. انا بعرف انه هي غنتها، بس انه انطلبت لانه عم يسجلوا لها صوتها هلا، عشان هيك انا طلبت منها مره تانية تغني لنا اياها. نعم جميل، عم يسجلوا لك صوتك هلا. فيدا، شكرا. فيدا خلينا نتعرف على العمل الجديد، شنو تحضر فيدا في الفتره هذه، كانك باش تفاجئينا بعمل عمل خاص لك انت حاليا. عم بيكون في، خلينا نقول هيك، كلمات لاغاني رومانسية أكتر، أغاني حب. في كمان شغل على سي دي للأطفال، عم بشتغل كمان على سي دي للأطفال، بما إنه أنا كمان معلمة موسيقى للجيل المبكر جميل. للأطفال، فكمان عم بحضر لهم شيء للأطفال. نعم حلو. حبيت أنه أيضا هذا المزج ما بين أغاني الأطفال والأغاني الرومانسية العاطفية بصوت فيدا، يعني باش يعطي مسحة حب، مسحة يعني فيها جمالية خاصة للمتقبل للجمهور، كأول يعني عمل خاص بالنسبة لك أنت. هلا من يعني خليني أقول لك على شيء كلمات مني مش موجودات قدامي، بس لأنه بعدنا عم نشتغل عليهم. آه هي أوكي. خلينا نقول أكتر يعني الأشعار أو القصائد اللي موجودة هي قريبة من ستايل نزار قباني. بالنسبة لكلمات الأطفال كمان بعد مش كل شيء كله جاهز، فشوي إنه مش موجودات الكلمات لسه قدامي. أي فيدا، يعني هذا التأخير ممكن في الإنتاج الخاص لفيدا تبر، هل هو يعني باللهجة التونسية بخل يعني كسل منك أنت، كسل منك أنت، وإلا لم تجد الفرصة، أم راجع لأمور مادية؟ يعني في عدة عوامل وظروف. خلينا نقول أنا كمان تزوجت صغيري واهتميت أكتر للعائلة وللبيت، ويعني من أكم سنة اللي قدرت أبدأ إني أنا أهتم أكتر بالفن، هاي واحدة من العوامل أو الأسباب اللي خلتني شوي أتأخر أو أتكاسل كمان بالنسبة للفن. وكمان خلينا نقول الدنيا فرص، يعني كمان ما كان في كتير فرص إنه اتقدم من ناحية المجال الفني، نعم. بس الحمد لله يعني من كم سنة وجاي أنا عم بشعر إنه الإشي عم بيتطور أكتر وأحسن. إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله. يا رب يا رب. سلوى تفضلي. أنا بدي أسأل، نجمتنا من زمان كانت قيمة الفنان أو المطرب وموهبته تقاس بقدراته على الأداء الأغنية أو اللحن الطويل، يعني تكون الأغنية كتير طويلة.
شو هي المقاييس عندك الحكم اليوم؟ انت كيف شو المقاييس يعني كيف بتقيمي او بتحكمي على هالشغلي؟ هل انت مع الاغنية الطويلة ام الاغنية القصيرة؟ خلينا نقول هيك، يعني الفن القديم على زمن عبد الحليم والسيدة أم كلثوم، هيدي كانت أغاني طويلة. اليوم أنا بقدر أقول إن هي يعني تراث لا نستطيع إنه نمحاه، يعني لليوم ولا بكرة ولا بعد كمان أجيال هالموسيقى هاي وهالفن الراقي هذا رح يضل نسمعه دايما لأجيال وأجيال. يعني إذا عرضت عليكي أغنية مدتها مثلا 5 دقايق أو 10 دقايق، ونعرضت عليك أغنية 3 دقايق 4 دقايق، أي وحدة بتفضلي أنت شخصيا؟ أنا هون ما بحكم حسب طول من ناحية زمنية الأغنية، لا أنا يعني أكتر اللي بيخليني أقرر على هالشي هو أكتر اللحن والكلمات. يعني اللحن يعني مثل خلينا نقول كمان في للسيدة ماجدة أغاني اللي هي طويلة نسبيا، مثل كلمات تقريبا 10 دقائق تقريبا بتكون. صحيح. يعني أنا بقول بتبع اللحن، في ممكن أغاني اللي هي بتكون مدتها جدا قصيرة لكن من ناحية موسيقية هي غنية. صحيح. غنية من ناحية اللحن والكلمات والتوزيع، يعني إشي بكمل إشي. نعم، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تكوني موفقة، تكوني دائما ناجحة، نجمة بإطلالتك وبصوتك وبحضورك أيضا. نحسك دافية برشا، يعني هادئة جدا، حتى في طبعك هادئة جدا. نعم. هذا هو حتى في البيت طبعا. بيتوتية وإلا لا فيدا؟ كيف يعني بيتوتية؟ بيتوتية، هل تحبذين البقاء؟ يعني تحبي تبقي برشا في البيت وإلا لا؟ يعني في أوقات الإنسان بحب إنه يكون قاعد هيك في البيت وهذه، بس أنا كمان بحب كتير شمات الهواء، بحب أطلع، بحب الحياة. فيدا، مع من تتمنى أنها تغني ديو؟ كنت كتير بحب وأتمنى أني أغني مرة مع سيدة ماجدة. إن شاء الله، إن شاء الله. غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني، أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني، غني فما عرف الهوى أحلى على النغمات مني، أنا في الغناء قصيدة حسنة ولم أنضم بلحني، غني 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 يا فيدا. وهذا صوت ماجدة الرومي، ماجدة الرومي اللي كانت معنا طبعا على الهواء مباشرة في حلقة خاصة، وأنا حبيت نشكرها لأنها هي بجلتنا، هي أعطتنا الأولوية المطلقة، بعثت لنا السي دي حصري، آخر سي دي اللي كان عندها بإمضائها الخاص بعثته لنا، وعملنا حلقة كانت مميزة جدا في إذاعة تتوين في لمع الأفام. حب فيدا الماجدة الرومي، حب كبير، إن شاء الله في لقاء، إن شاء الله وقت اللي تمشي يعني لهاللقاءات التلفزية اللي هما حاليا يكلموا فينا الكل إنه يحبوك تكوني موجودة في لبنان في التلفزة في لبنان، أعطيناهم تليفونك، أعطيناهم رقمك، وأعطيناهم الكوردوني الخاصة بيك حتى يتواصلوا معك تكوني، ووقت اللي تكوني في لبنان يعني فرصة متاحة إنك تلتقي بماجدة الرومي. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. أنا كمان كيف عرفت إنه إن شاء الله عن قريب رح يكون في إلا حفل بالأردن كمان. نعم، صحيح الكلام، صحيح صحيح. نعم، ما قريبا إذا كان الأردن، وإذا قدرنا كمان إحنا ننزل نحضر الحفل، يعني إن شاء الله إنه نرتب لقاء. نعم، وفلسطين قريبة جدا من الأردن، جميل جدا.
نعم، لأنه تقريبا ما زالوا 3 دقائق أو 4 دقائق، ونحب نسمع فيدا وسلوى معنا على الهواء. سلوى محضرة برشا أسئلة الليلة، ونحب نسمع فيدا على الهواء مباشرة. أنا عم بسألها، عم أطش للأسئلة ما بيني وبينك، يعني سؤال منك سؤال مني، مشان بدي أسمع صوتها أكثر. رح غني بتتغير الدقايق. نعم، وهذه باش نقفلوا بها باقة الأنغام الليلة، ومازلنا إن شاء الله مع بعضنا، ومازلنا باش نعملوا برشا لقاءات مع بعضنا فيدا. نعم، شكرا. وبتتغير الدقايق وبتقلب الساعات، حتى الحب بيتغير بمشوار الحياة. وبتتغير الدقايق وبتقلب الساعات، حتى الحب بيتغير بمشوار الحياة. إلا حبك انت باقي بقلبي، إلا حبك انت باقي بقلبي، حتى الممات، حتى الممات، حتى الممات. قال الحب والسر في سبيل الحياة، فمن آمل تنتظره الحياة. قال الحب والسر في سبيل الحياة، صوت ماجد الرومي والشاعر الأول بتونس أبو القاسم الشاذي. كان طبعا الأنهض وسر في سبيل الحياة، ذكرتيها فيدا الأغنية؟ نعم، بس ولا مرة يعني صادف أني غنيتها. أي لكن جميلة، من الأغاني بدايات ماجد، من الأغاني نعم. الجميلة اللي بقيت عالقة بالذهن. يا غار منها النهار، وإنني لؤلؤة تعدو إليها البحار. يقول إني إني، يقول إني امرأة. شكرا كثير لكم، وإن شاء الله أن يكون في لنا كمان لقاء مع حضرتك أستاذ مجيد وأخت سلوى. مشكورين كثير لكم. شكرا. إمضائك الخاص فيدا. تابعوا أخباري واسمعوني مع الإعلاميين الرائعين مجيد وسلوى. فيدا طبر. شكرا يا فيدا، شكرا. تحياتي لك، تحية للعائلة الكريمة الكل، إن شاء الله دائما موفقة. شكرا. شكرا كثير لكم. تحياتنا من أمريكا فيدا، والكل بحييكي، وإن شاء الله بنشوفك عن قريب، وشكرا كثير.